سؤال ايضا عن مساله المقاطعه. اخ سائل بيقول يعني هو يعني عايش في غال في دوله اوروبيه وبيقول ان هو يعني شارك في احد التظاهرات الرافضه للعدوان يعني على غزه والجرائم هناك، وبعد انتهاء المظاهره يعني ذهب الى احد مطاعم البيتزا الشهيره وتناول البيتزا، ثم سمع بان هذا المطعم ربما يكون من داعمي الاحتلال. فسؤال الاخ السائل بيقول يعني مسألة المقاطعة، هل هي يعني حرام بأن يستخدم المسلم مثل هذه الأماكن الداعمة، ولا وأيضا كيف يتوثق من إذا كان هذا الأمر يعني أو هذه الشركة مثلا داعمة أم لا؟ يعني طبعا مقاطعة البضائع أو الشركات، بضائع الشركات التي تدعم الاحتلال هذا واجب على المسلم. يعني كيف يجب عليه؟ لأني في أدلة شرعية وواقع وبالعقل. إذا نبدأ بالعقل، هل من المقبول عقلا ومنطقا أنك أنت النهاردة واحد شتم أبوك وضربه بالألم في الشارع وأهانه قدام الناس، لو عنده محل تروح تبيعه وتشتري منه؟ لا، غير مقبول. جاي تقدم لأختك هتوافق؟ لا. طيب لا، ده بقى قتل أبوك وقتل أخوك وقتل ابن عمك وقتل عيلتك، تقول له تفضل او اقتصاد عشان السلاح اللي عندك شويه انا جاي ازوده لك. طيب اذا عقلا لا يقبل الانسان يتعاون مع عدوه، وشفنا دول عربيه وغير بتقاطع دول عشان خلاف على حدود قناه تمنعها من البث، عشان والله ايدت الدوله الثانيه في موقف معين. شوف خلاف بين الجزائر والمغرب، بين تونس وكذا، بين ليبيا ومصر، بين مصر والسودان، واحنا دول عربيه، السعوديه والقطر، قطر والبحرين، الامارات والسعوديه، والسعوديه الامارات وقطر، خلافات على ايه؟ ولو مواطن اتعامل يهف قضيه تجسس تعاون، ليه يقول لك دي دوله معاديه؟ وممكن بكره يتصالحوا، فما بالك بقى في اللي هي لا دوله فعلا معاديه. ها، ما الموقف؟ تشتري وتبيع ولا تخلي عندك كرامة؟ طيب في الدول العالمية، عالميا قانون الدبلوماسي لا يجوز له أن يتزوج من دولة معادية. ليه؟ ولا يتجوز من أجنبية مش معادية بس، دبلوماسي ما يتجوزش من دولة أخرى. ليه يا عم؟ لأن العالة ده يكون سبب للتجسس، ممنوع بالوظيفة مقتضياتها. طب والإيمان والأخوة والحق والعدالة مقتضياتها إيه؟ ألا أعين الظالم بأي نوع من العون. السنة والسيرة النبوية فيها مواقف للمقاطعة. المقاطعة مورست مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 3 سنين في شعب أبي طالب، لا زواج منهم ولا بيع ولا شراء. وسيدنا ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة جاءته أخبار وشائعات عن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، فأراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب للمدينة يعني متوشحا سيفه ليقتله. مسكوا الصحابة وربط في سارية من سوار المسجد، في عمود من المسجد اتربط 3 أيام. يأتيه كل يوم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسأله ماذا أو ما تقول يا ثمامة؟ إيه رأيك؟ يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي. ثاني يوم، ثالث يوم، قال له عفوت عنك لوجه الله، فذهب فاغتسل وأسلم. فقالوا له في مكة أنك صبوت وكذا، قال ما تقتل محمد، ثم ضرب عليهم حصارا يمنع عنهم، قال والله لا يصلكم حبة من اليمامة بعد اليوم. ثم ضجوا بالشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرفع يده عنهم. أيضا سيدنا عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح في قصة بئر الرجيع وحديث بئر معونة، القراء اللي قتلوا استشهدوا، كفار قريش أرادوا أسرهم أو الكفار ليسلمهم لقريش غنيمة، بعضهم استأثر إلا سيدنا عاصم أبى، لأنه كان قد عاهد ألا يمس جلده جلد كافر. إني مقاطعة على جميع المستويات، مش بس معاملة ولا الجلد، حتى السلام اللمس. فاستشهد رضي الله عنه. لكن الدرس المهم
في هذه المسألة أنه أبى إلا أن يعني لا يمس جلده جلد كفة، ده دلالة في المقاطعة. غاندي مارس المقاطعة وده هندي مش مسلم، يعني هندوسي، وأمر إن الناس يا جماعة الإنجليز يحتلونا هنقاطع بس بضاعة واحدة الملح، عشان نشيل الملح الإنجليزي، هنبيع ونشيل الملح الهندي الرديء الأقل جودة. حربته إنجلترا ليه؟ لأن ده موجع، ولك ما وجع الوجع القرش. ثم يصرق إذا هذه الشركات جرأت وأعلنت عن الدعم، طب أنا أكون أقل جرأة في أني لا أستهلك هذه البضاعة؟ إذن المقاطعة هنا واجب علينا، لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والمسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يخذله. طيب من أقاطع؟ الشركات التي تدعم. كيف إلا أنا أستوثق؟ ولازم ننتبه، بعض الناس أحيانا بيتساءل فيظلم شركات ما بريئة، لا لابد أن تستوثق، وده مش صعب إنك تلاقي الصور وتلاقي إعلانات إن هذه الشركة هذه إعلانها بتؤيد هذا الكيان الصهيوني.